بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات السيرجيكال سكيلز. النهارده فيديو عن واحده من النوت اللي بنستخدمها في اللابروسكوبي، وهي الرودر نوت. وهي دي ازاي بنلف حوالين حاجه تيوبولار ستراكشر ولا حاجه جوه البطن، وازاي بنربطه من بره ونسلايد النوت جوه. فدي واحده من الحاجات بتاعت السلايدنج نوتس. يعني في حاجات تبقى جاهزه منها، في اللي هو الاند لوبس بنستخدمه في الزوايد، وساعات بنستخدمه في الجول بلادرز، والحاجات دي بيبقى رودر نوت جاهزه وليها نوت بوشر بنزق بيها. انت ممكن تعمل دي وتزقها باليوهان جراسبر او باي حاجه او بنوت بوشر. بتتعمل ازاي بقى؟ خلينا بس نركز بتتعمل ازاي. بنلف الحبل بتاعنا حوالين تيوبلر ستراكشر، معانا تو اندز كده طالعين من اللابروسكوبي بورت، بندخلهم بطريقه معينه وبنطلعهم من اللابروسكوبي بورت، او بالنيدل دخلنا النيدل جوه ولفينا حوالين حاجه وطلعنا التو اندز بره. ماشي، فعندنا كده تو اندز بره. بنعملها ازاي دلوقتي؟ في لمب هنا اهو، اللمب ده بمسكه في ايدي دي واجيب اللمب ده عليه. ماشي، فانا كده بعمل حاجه زي لوب هنا كده. ماشي، شايفين المنظر ده لوب هنا كده. ماشي، ففي لمب الناحيه دي ولمب الناحيه دي، بجيب ده على ده. ماشي، او لمب مثلا ده يمين وده لمب شمال، بجيب واحد فوق التاني. ماشي، بنعملهم زي لوب كده، وباخد هيتش عاديه كده من الهيتشات اللي هي اللفه العاديه اللي احنا بنعملها في النوتس العاديين، وافضل ماسك كده. والقاعده بتقول ان انا دايما اجي من تحت لفوق. ماشي، فهلف ثلاث لفات بعد ما اعمل دي كده، هلف ثلاث لفات من تحت لفوق. ادي لفه، ماشي ماشي، ادي اتنين، تمام، وادي ثلاثة. ماشي، يتبقى عندي الحاجه اللي هختم بيها هي نص لفه، بدخل بين التو لمبس دول نص لفه هنا على اللمب اليمين. ماشي، برضو من تحت لفوق، من تحت لفوق اهو، يبقى عندي لوب هنا اهو، بدخل دي في دي، وبعد كده كده عملت الرودر نوت بتاعتي. ماشي، وبعد كده دلوقتي بوشر، ماشي، او بيوهان او باي حاجه، دي بتقدر تزق جوه البطن، يعني زقها جوه. في ناس ساعات بتشدها كمان، بس انا ما انصحش اي حد يشدها، وهي هتجري تدخل جوه، بالذات لو مونوفيلمنت، وبتزق وبتيجي حوالين تيوبلر ستراكشر. تمام، انا هفكها. انتوا دلوقتي تقدروا توقفوا الفيديو وتعدوه تاني. ماشي، وقفوا الفيديو وعدوه تاني، او انا هعملها تاني. عندنا اهو لمب اهو الناحيه دي، ولمب تاني اهو جاي عليه اهو. ماشي، ده فوق ده، بجيب اللي انا بشتغل بيه فوق اللي انا هثبته، فوق اللمب اللي هثبته، واخد هيتش واحده لفه هنا كده، وبعد كده بلفها ثلاث مرات. يعني دي اول خطوه دي، بعد كده تاني خطوه الثلاث لفات دول، واحد ماشي، اثنين ماشي، ثلاثة، تمام، وباجي النص دي اهو ما بين الاثنين اهو اليمين اهي، ودخل دي في دي كده، عملت النوت بتاعتي وزقها جوه. ماشي، خلينا بس نشوفها حوالين حاجة، عايزين تيوبلر ستراكشر زايدة او اي حاجة اوريها لكم. يعني مثلا لو هي حوالين دي، ماشي، ساعات انا بدخل اللوب نفسه، يعني انا بكريت اللوب بره، يعني انا بكريت اللوب ده كده اهو. ماشي، عندي لوب اهو، وبجيب دي وامسكها هنا، واجيب اللمب التاني ده عليها، تمام اهو، وحد تاني ماسك لي حاجه هنا، وبعدي ده كده. ماشي، وبعد كده بلف دي مره. ماشي، اتنين، تلاته اهو، وبعد كده بروح مدخلها من النص هنا اهو، وعديها من هنا كده. يبقى انا كده عملت زي ال بتاع اللي كانوا بيستخدموها الكاوبوي اهو. دي عندي دي اهي، ماشي، دي استخدمها، ممكن احطها حوالين اي تيوبلر ستراكشر وازقها كده زايده. الناس بتعملها في المراره، الناس بتعملها في لما بنعملها فاندس فيرست وبنكون قلقانين شويه على السيستك دكت بنعملها. وده الشكل بتاع الاندلوب اللي احنا بنستخدمه في الزايده، اعتقد هم عاملينه كده. ويبقى في يا اما بتزقها بيوهان، النوت دي بيوهان، يا اما بتزقها بالبوشر اللي هو حاجه بتزق بيها النوت. واتمنى يكون الفيديو ده مفيد، اعملوها كذا مره، دي حاجه من الحاجات المفيده جدا والنوتس المفيده جدا اللي ممكن تربط من بره وتدخلها حوالين حاجه جوه في البطن.
اتمنى يكون الفيديو مفيد، اتمنى تعيدوه كذا مرة علشان تشوفوا دي بتتعمل ازاي. اسئلكم وتعليقاتكم مهمة جدا لينا. شكرا لكم واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.